اهلا وسهلا بيكم مع لاكي كيكس. يلا بقى النهارده نعمل بسكوته شيك وجميله نقدمها لكل ام جميله بمناسبه عيد الام. كل سنه وكل ام طيبه. وقبل ما نبدا الفيديو، انا اسمي مها كيك ارتست، بعمل لكم فيديوهات تعليميه لديكور الكيك والبسكوتات على الفيسبوك وعلى اليوتيوب. واهلا وسهلا بكم في قناتي، يا ريت ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ولو عجبكم الفيديو تعملوا شير ولايك. ويلا بينا نبدا الفيديو. واول حاجه هبدا بيها اني هعمل الفراشه. عندي القطاعه دي بتكون على شكل فراشات، بتيجي مقاسات وبيجي فيها تفاصيل زي ما انتوا شايفين كده من جوه. ولما بضغطها نشوف ازاي دلوقتي طريقه استخدامها وطريقه الاستخدام البسيطه جدا السهله اللي بتدينا افكت حلو قوي. شوفوا فيها تفاصيل حلوه ازاي من جوه، حلوه جدا في الشغل. والحلو فيها برضو ان بيجي طقم مقاسات، هحطها على جنب وهجيب ورقه كرتون، اي ورقه كرتون بس يكون مقوى شويه، يعني مش ورقه كراسه، ورقه تكون جامده كده زي دي، وهتنيها بالنص بالشكل ده، شكل بسيط خالص خالص. هحطها بقى على جنب وابتدي اقطع الفراشات. عشان اعمل الفراشة هحتاج كمية من الجام بيست اللي احنا عملناه مع بعض في الفيديو اللي فات، او لو انتي شارياه جاهز مفيش مشكلة. وبحط نشا وابتدي افرد الجام بيست بالشكل ده. عجينة الجام بيست حلاوتها انها بتنشف بسرعة وبتحافظ على الشكل بتاعها غير الفوندنت، فده اللي احنا بنفضله في عمل الوردات وعمل الاشكال بالشكل ده علشان تكون تمسك معانا ويكون الشكل شكله منتظم وحلو. دلوقتي انا هحاول اخليها رفيعة، يعني اقل من ملي، لازم تخلي بالكم انها تكون رفيعة جدا علشان تظبط معاكم الفراشة ويكون شكلها حلو، مبقاش شكلها كده تخينة وعريضة. اهم حاجة تفردوا الجام بيست كويس جدا بالشكل ده، وكمان مهم ان انتوا تستخدموا معاه النشا عشان ما تلزقش معاكم القطاعة وانتوا بتقطعوا. وهبتدي احط النشا بالشكل ده واتأكد ان العجينة مفرودة كويس. وهبتدي اقطع الاول واحركها شوية على البورد بتاعتي. البورد دي على فكرة هتلاقوها في المكتبات، موجودة متوفرة يعني. وبعدين هضغط بالشكل ده عشان يظهر معايا التفاصيل اللي جوه الفراشة. شوفوا جمالها قد ايه، جميلة ورقيقة جدا جدا، واضح معانا. هجيب بقى ورقة الكرتون اللي احنا عملناها وهنحط الفراشة في النص بالشكل ده، وهنسيبها عليها لغاية ما تنشف تماما. مش هتاخد وقت كتير مع عجينة الجام بيست، هتاخد بالكتير قوي 20 دقيقة، هكون جمدت ومسكت نفسها بالشكل ده. هنعمل واحدة كمان. اهم حاجة وانا بقطع احركها كده علشان ما يكونش ليها اي حواف، انا عايزة الحواف بتاعتها تكون ناعمة خالص. وبعدين بضغط من فوق عشان تدينا الاشكال والتفاصيل اللي جوه الفراشة، وبتطلع معايا بمنتهى السهولة مدام انا حاطة النشا ومتأكدة ان الجام بيست بتاعي مش بيلزق، هتطلع معايا مظبوطة جدا. انا بحطها جوه الورقة وبعمل بقى الكمية اللي انا عايزاها وبحتفظ بيها. قد الشغل اللي انت عندك، مفيش مشكلة، اعملي كمية وخليهم على جنب او حطيهم في بوكس وحطيهم على جنب. هوريكم دلوقتي انا ازاي بحتفظ بيها. ودلوقتي جبت قطعتين من الجام بيست، واحدة بينك تكون صغيرة واحدة مقاسها مرتين ابيض، وهعجنهم مع بعض بالشكل ده عشان اخد اللون البينك. الفكرة هنا ان انا عايزة اوريكم ان مش لازم تلونوا عجينة السكر او الجام بيست او اي نوع من انواع العجائن اللي بالسكر بالشكل ده بالجل على طول، لا، ممكن لو انت عندك عجينة لون تاني تخلطيهم مع بعض بالشكل ده وتعملي تدرجات الوان. شوفوا دلوقتي انا عملت القطعة صغيرة بينك وقدامها قطعة اكبر من الابيض عشان تديني اللون بينك يكون فاتح شوية. هتشوفوا دلوقتي هعمل قطعة تانية قدامكم وهيكون القطعتين اللونين نفس المقاس. شوفوا ده البينك الفاتح، عشان اعمل لون اغمق هاخد قطعتين قد بعض بالظبط وهخلطهم مع بعض. يعني الموضوع كله نسب، نسبة لون لنسبة لون بالشكل ده. كمان انا بحب اعمل تدرجات الالوان في الكوكيز او في الديكوريشن بتاع الكيك، عشان دايما بقول لكم بلاش الالوان الكتير يا بنات، وبلاش الالوان الصريحه والالوان الغامقه،
كل ما كانت الألوان فاتحة وكل ما كانت الألوان فيها تدريجات اللون نفسه بيكون شكلها شيك وأحلى كتير. شوف دلوقتي هجيب بقى اللون يعني بينك يكون غامق شوية، ودايما خلي جنبك شورتنينج علشان لو العجينة لزقت معاك شوية الأفضل ان انت تدهني ايديك بالشورتنينج وانت بتعجنيها عشان ما تلزقش. وطبعا لو لزقت في ايديكم اللون قوي الافضل ان انتوا تغسلوا ايديكم علشان ما يختلطش الالوان كلها مع بعض. انا كده عملت الثلاث تدريجات بتاعت البينك، وهبتدي بقى اشتغل على القطاعات اللي هقطع بيها الاحرف. انا عندي هنا حرف اليو حرف الام، هو تقريبا دبليو بس انا اتلخبطت وحطيته ام، هيمشي الحال ما فيش مشكله عدوها. ف القطاعات دي طبعا موجوده في كل المحلات وفي كل محلات خامات الحلواني، وموجودة حتى في ألعاب الأطفال هتلاقوها متوفرة بلاستيك أو معدن كتيرة جدا ومقاساتها كتير. هبتدي بس أحط شوية من النشا، وبرضو أنا لسه شغالة بعجينة الجام بيست بالشكل ده. أهم حاجة أن السمك بتاع الجام بيست ما يكونش رفيع قوي زي ما عملنا الفراشة، يعني مع الفراشة إحنا عايزين يكون رفيع. شوفوا ده أدخن إزاي، فالحاجات دي بتفرق قوي في الشغل، انتبهوا ليها وركزوا فيها كويس. هبتدي بقى اقطع واحركها شوية على البورد كده وما المسهاش كتير، يعني احاول اطلعها من القطاعة شوية شوية على مهلي علشان ما غيرش شكل الحرف او ما بصمش صوابعي على العجينة بالشكل ده. التفاصيل دي بتفرق جدا وبتبين فرق الشغل من حد محترف لحد لسه مبتدئ. ركزوا في الكلام ده لان فعلا هيفرق معاكم، عايزه ممارسه شويه وبالتجربه لكن سهله وبسيطه. وانا النهارده حاولت استخدم لكم ابسط قطاعات اللي موجوده في السوق ومتوفره وسهله جدا لاي حد يستخدمها، وللمبتدئين وللاطفال وكل حاجه، يعني حلو جدا ولادكم كمان يساعدوكم في الشغل ده هينبسطوا قوي قوي. هعمل بقى اخليها، بس اهم حاجه ان انا اتاكد انها متساوية كويس جدا، وهسيبها على جنب تنشف. وهعمل بقى حرف الام التاني، شوفوا بالراحة، طلعوا بالراحة جدا وحاول اسويه على البورد بالشكل ده. ما اشتغلش ابدا بيه هو لسه طري، لازم اسيبه شوية يرتاح والعجينة تمسك نفسها، وتجهزي شغلك قبلها طبعا، ده مهم جدا جدا. انا هحتاج قطاعة على شكل قلب بالشكل ده. القطاعة اللي انا قطعت بيها البسكوت هي نفسها اللي انا هشتغل بيها عجينة السكر. يبقى احنا كنا الاول بنشتغل في جام بيست، دلوقتي هنشتغل بعجينة السكر. يبقى الاحرف او الاشكال او الالعاب او اي حاجة عايزين نحطها كديكوريشن فوق الكيك او فوق الكوكيز بتكون بالجام بيست. التغطية بتاعت البسكوت او التغطية بتاعت الكيك بتكون بعجينة السكر. هبتدي بس اشغلها كويس جدا، حطيت برضو على ايدي شوية من الشورتنينج، والشورتنينج يا بنات هو عبارة عن دهون نباتية لونها ابيض كده، بنستخدمها احنا في الحلويات لكن انا مبفضلوش طبعا ان احنا ندخله جوه الحلويات او نطبخ بيه او نعمل بيه اكل، لكن انا بستخدمه بس علشان الحاجة متلزقش في ايدي بالشكل اللي انت شفته ده. وبالرولينج بان ببتدي ان انا افرد عجينة السكر. السمك بتاع الفوندنت او عجينة السكر على الكوكيز بيكون حوالي من 2 لـ 3 ملي، ما يكونش برضو تخين قوي علشان ما يكونش سمكه اعلى من الكوكيز، يعني نحاول برضو نحافظ على النسب واحنا بنشتغل. هفردها كويس جدا ونحاول انها تكون كلها في سوا واحد، شوفوا يعني اتخن طبعا من ما كنا بنعمل الاحرف بالشكل ده. افردها كويس واتاكد انها مش لازقه في السطح من تحت، بحركها وهبتدي اجيب النشا احط شويه برضو على الوش عشان اتاكد ان القطاعه لما تقطع معايا ما تلزقش. وهجيب دلوقتي يعني حاجه سحريه وسهله وبسيطه خالص، هكرمش الورق الفايل بالشكل ده، شوفوا هعمل بيه افكت حلو جدا عشان يدي باك جراوند حلوه اشتغل عليها. شوفوا بقى بحاول ابسط لكم الموضوع، ممكن تعملوا حاجات من ولا حاجه مش هتكلفكم ابدا. هضغط بالشكل ده وهعمل هرول مره، مش افضل رايحه جايه، مره بس كده عشان يديني الافكت المنغبش بالشكل ده. شوفوا طلع شكله جميل ازاي،
بطريقة بسيطة جدا، لا استخدمنا بقى بصمات ولا اي حاجة. وهجيب الهارت شيب او القطاع القلب بتاعتي وهبتدي اقطع بيها، وبضغط كويس قوي على القطاعة بالشكل ده، محركهاش عشان ما يتغيرش الشكل بتاع القلب. المشكلة في القطاعات البلاستيك ان هي سهلة انها تغير الشكل، وفي نفس الوقت مش بتكون شارب قوي الايج بتاعها او الحروف بتاعتها. فانا لما هرفعها دلوقتي اشوفه فيه حروف لسه باينة، لازم اطبطب عليها بالشكل ده عشان انعمها. بيكون افضل طبعا القطاعات المعدن لانها بتكون حامية اكتر وبتقطع الشكل بشكل اظبط، بس مش مشكلة خالص، نقدر نتعامل مع كله مفيش مشكلة. عندنا بقى القلب بتاعنا كده، نحطه على جنب ونجيب البسكوتة بتاعتنا نحطها بالشكل ده. الافضل ان انتوا تحطوا تحتها مربى زي ما عملنا قبل كده، لكن انا النهاردة بصراحة كنت مستعجلة وعايزة اوريكم فما حطيتش، ما عملتش الخطوة دي، لكن هو طبعا الافضل ان انتوا تحطوا تحتها مربى علشان تلزقوها مع بعض بالشكل ده. وبحاول ان انا انعم الاحرف بتاعتها بايدي بالشكل ده بشكل بسيط خالص، بس الحرف بتاعها شوفوا. وبمجرد انك لزقتي خلاص الفوندنت على البسكوت، الافضل ان انت تجيبي ورق شمعة او ورق بارشمنت بيبر او بيكنج بيبر تحطيها تحت البسكوتة بالشكل ده عشان يبقى سهل عليكي بعد كده تحركيها من غير ما تلمسيها. هحط بقى لزق غذائي، احنا عملناه مع بعض في فيديو قبل كده بطريقة سهلة وبسيطة، وهحط بالفرشة بالشكل ده بالراحة خالص، وهبتدي ألزق الأحرف بتاعتي. شوفوا ازاي لما مسكت نفسها احسن كتير وقادرة ان انا اتحكم فيها احسن ما كانت طرية خالص في الاول. طبعا مش بسيبها لغاية ما تنشف تماما، لكن بس تتماسك شوي عشان يكون سهل عليا ان انا احركها واتحكم فيها. وعشان اعمل ورقة الشجر هجيب قطعة صغيرة من الجام بيست لونها اخضر، وهبتدي اعملها دايرة كده في كف ايدي بالشكل ده، اتأكد بس انها مش بتلزق. وبعدين هبتدي اعملها زي بشكل بيضاوي كده، تكون رفيع شوية من فوق، وهبططها. متهيألي الفيديو واضح معاكم الشكل، ما خليهاش عريضة قوي. وبعدين بأي طول رفيعة كده، بدبوس، بأي حاجة عندك، تبتدي بس تعمل الأشكال بتاعت الورق بالشكل ده عشان بس تديها شكل شوية وحركة. وبضغط من النص بنفس الشكل، شوفوا طلعت بسيطة ورقيقة خالص، مفيش أسهل من كده. دي بقى البسكوتة بتاعتي، وأحط برضو اللزق الغذائي. هسيب لكم الروابط بتاعت الحاجات اللي احنا عملناها قبل كده تحت الفيديو علشان يكون سهل عليكم توصلوا لها. وهبتدي احطها بالشكل ده، ومش هضغط بقى، هبتدي بس بالطول بتاعتي، هبتدي ان انا يعني اظبطها كده، اتاكد انها لزقت وخلاص. بلاش نلمس البسكوت كتير زي ما قلت لكم يا بنات، شوفوا الشكل سهل وبسيط خالص، ومتهيألي واضح مفيش اسهل ولا ابسط من كده. حاولنا النهاردة ان احنا ما نستخدمش تولز كتيرة ولا قطاعات كتير، حاجات كلها سهلة وبسيطة وتكون متوفرة عندنا. ودلوقتي هبدأ اعمل الوردات الصغيرة اللي هتكون فوق الورقة بتاعت الشجر. هجيب برضو عجينة جام بيست اللون بقى الافتح البينك، احنا اشتغلنا بالغامق، هنشتغل دلوقتي بالفاتح. واخدين بالكم من تدرجة الالوان، مش بستخدم الوان كتير ولا حاجة. وببتدي افردها بالشكل ده، برضو نحط النشا ونتأكد انها مش بتلزق في السطح بتاعنا. وهجيب قطاعة دي برضو بلانشر، بس بتيجي صغيرين بالشكل ده، برضو موجودين عند محلات خامات الحلواني، والحاجات دي متوفرة ورخيصة يا بنات جدا، وبتعيش عندكم وقت كبير. وابتدي اعمل كده، وبعدين بحط حبة من اللزق لانها صغنطوطة خالص، فكده بيكون الطريقة دي اسهل عليا. بعدين هي فيها بتضغطي عليها من فوق عشان تلزق بالشكل ده، شوفوا شكلها رقيق وناعم خالص وكيوتي. حط واحدة كمان. طبعا التزيين ده براحتكم خالص، اهم حاجة انا بحاول اديكم بس القواعد اللي احنا بنمشي عليها علشان نطلع حاجة يكون شكلها حلو وشيك. دلوقتي هبدأ اجيب الفراشة، شوفوا نشفت معايا ازاي ومسكت نفسها،
ماخدتش نص ساعة لغاية ما خلصت بقيت شغلي على طول نشفت. حط شوية برضو من اللزق، حبة مش كتير عشان ما تتحركش معايا، وهبتدي ألزقها بالشكل ده. شوفوا شكلها قد ايه حلو وناعم، وكل ما كانت رفيعة كل ما كانت احلى واشيك. هثبتها واتأكد انها اتثبتت كويس. وتقريبا احنا كده بنكون خلصنا، بس انا حبيت اضيف اضافة صغيرة خالص بسيطة. تقدري طبعا ان انت ترشيها سبراي لامع، او تقدري ان انت تحطي عليها شوية من الجليتر. انا هحط جوه الوردات نقطة بس لونها ابيض، قطعة صغيرة من الجام بيست. هحط الاول اللزق طبعا عشان تلزق، وهعمل كور صغنطوطة خالص خالص من الجام بيست هحطها في قلب الوردة. وبكده نكون خلصنا الديزاين بتاع الكوكيز بتاع ست الحبايب النهاردة، وبمنتهى السهولة والبساطة، وبأدوات مش كتير خالص. متهيألي اتعلمنا تكنيك جديد وطريقة جديدة وحاجات جديدة. ان شاء الله تكونوا كلكم استفدتوا منها، يكون الفيديو عجبكم. وان شاء الله الفيديو اللي جاي كمان هيكون لست الحبايب، وهنعمل ديزاين تاني للكوكيز. تابعوا القناة علشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله، وفعلوا الجرس واعملوا شير لأصحابكم لو عجبكم الفيديو، وما تنسوش كمان تعملوا لايك. واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله على خير. تحياتي لكم، مع السلامة.